في معظم الأوقات بنبقى عارفين السبب الحقيقي لزيادة الوزن عندنا، سواء كان السبب الأكل بكثرة زيادة عن اللازم أو نظام غذائي عشوائي وغير محسوب ليه، وممكن كمان يكون نقص واضح في النشاط البدني. احنا بنبقى عارفين السبب، بس المهم إننا نعترف بيه. لما الوزن بيزيد على الميزان رغم إننا ملتزمين ومفيش سبب واضح، طب إيه الموضوع؟ اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن قلة النوم وإنه سبب مهم وقوي جدا، والخلاصة إن هرمونات جسمك ممكن تتلخبط وبالتالي بيتأثر مستوى الحرق عندك. النهارده هنتكلم عن المتهم التاني، مشروبات الدايت والسكر الصناعي. لازم تبقى متاكد ان السكر هو العدو الاول لاي نظام غذائي، فبالتالي هنروح ندور على منتجات الخاليه من السكر. فهل المنتجات دي خاليه من السكر فعلا؟ ولو هي خاليه من السكر فعلا، طب ازاي طعمها بيكون حلو كده ومسكر وطعمها مقبول؟ هقول لك يا صديقي، عشان هنا بيحطوا ما يسمى بالسكر الصناعي، او زي ما احنا بنسميه او معروف ما بيننا باسم السكر الدايت. في دراسه هتلاقي الرابط بتاعها اسفل الفيديو، لو ان بدائل السكر زي الاسبرتام ممكن تؤدي في الواقع لزياده الشهيه. ممكن المحليات الصناعيه تكون اكثر حلاوه 200 مره من السكر العادي، يعني طعمها حلو اكتر من السكر العادي كمان. انت متخيل؟ هيجي واحد يقول لي بس السكر الدايت زيرو سعر حراري، يعني ما فيهوش سعرات، يبقى ازاي هيزود لي وزني؟ لا خلي بالك، انا هنا ما جبتش سيره السعرات الحراريه، احنا بنتكلم عن بعض المحليات الصناعية. احنا هنا بنتكلم ان بعض المحليات الصناعية اللي تحت بند سكر الدايت ممكن تزود لك الشهية عندك لمزيد من السكريات. يعني من الاخر كده، الله دي طعمها حلو قوي، انا عايز منها تاني. هتقولي فيها ايه لما اخد منها تاني؟ ما هي زيرو سعرات بقى، صفر سعرات، ما فيهاش سعرات حرارية. اقول لك ان استهلاكك للمنتجات دي باستمرار بيخلي عندك انحراف تلقائي اتجاه المحليات بصورة عامة، ويزيد من تحفيز مستقبلات معينة في الدماغ للاشتهاء المستمر لطعم السكر. هتقول لي ايه الكلام الكبير ده؟ ادينا مثال كده نوضح الموضوع. هقول لك تمام، انت مقضيها محليات صناعيه، يعني من الاخر كده مقضيها سكر دايت، وعلى طول متعود على طعم السكر في بقك رغم ان هو زيرو سعرات حراريه، ولكن الطعم بتاع السكر موجود في بقك على طول. لو صادف وتعزمت مره على اكل حلويات بسكر عادي، يعني رحت عزومه عند حد وقدم لك قطعه حلويات، مش هتقدر تاكل من الحلويات دي حته صغيره، هتلاقي نفسك عايز تاكل اكتر وتاكل تاني. ليه؟ لان مخك هنا يا صديقي متعود على طعم السكر بسبب استمرار تناولك للمحليات الصناعيه. طب لو انت قاطع او مقلل من بدائل السكر دي، وفين وفين لما بتاخد حاجه فيها سكر صناعي وحصل نفس الموقف ده والراجل عزمك على حلويات بسكر حقيقي، ساعتها انت نفسك ممكن ما تقدرش تكمل حته الحلويات الصغيره اللي عزم عليك بيها. مخك ساعتها هيحسسك باحساس غريب، احساس ان الطعم غير مستساغ، انت مش قادر تاكل اصلا حاجه فيها طعم سكريات، احساس برفض الطعم ده. طيب هتقولي ايه هو الحل الافضل من الاخر يا كابتن محمد؟ هقول لك، لو هتستخدم محليات صناعيه انا ما عنديش مشكله يا سيدي، اللي هو احنا بنقول عليه سكر الدايت يعني، بس المهم يا صديقي ان انت تبعد عن المحليات اللي بتحلي قوي. يعني كل ما كان طعم الحاجه اللي بتشربها مش مسكر قوي كل ما كان احلى. احنا اتفقنا ان احنا قطعنا السكر الطبيعي خالص، السكر الطبيعي خالص ده احنا قطعناه، تمام؟ هتبدا ان انت تدخل سكر دايت. اول اتفاق نتفقوا مع بعض ان لازم يكون خالي من ماده اسمها الاسبرتام. تاني حاجه، ما يكونش طعمه مسكر قوي، يعني ما يكونش طعمه حلو قوي. لو اديتك مثال عملي يبقى اقول لك انسب حاجه والاقل ضررا والطعم يعني مقبول بس مش مسكر قوي هو سكر اسمه الاستيفيا، مستخلص من نبات الاستيفيا، وعن شرط كمان تستخدم كميه قليله منه، يعني ما تحطليش 5 معالق على كوبايه شاي وتقول لي ده الكوتش قال استيفيا، لا هتحط حاجه بسيطه اللي هو يا دوب تكسر مراره المشروب اللي انت بتشربه. طيب في سؤال بيتبعت لي كتير عن البيبسي الدايت، ايه نظامه؟ بيبسي الدايت ده ايه نظامه؟ للاسف البيبسي الدايت فيه اسبرتام، بس لو زنقت معاك قوي يا صديقي ممكن تشرب 2 كانز في الاسبوع، هكون في السيف سايد او المستوى الامن يعني. حلقه النهارده هي الحلقه الثانيه من سلسله بعنوان المتهم الخفي لعدم خساره الوزن. انصحك بمشاهده السلسله دي، هتلاقي الروابط اسفل الفيديو في التعليق. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، لو ما تعرفش فانا بقدم خدمه التدريب والمتابعه الشخصيه، بصمم لك برامج تدريبيه وانظمه غذائيه وبتابع معاك بنفسي، وفي الوقت الحالي في عرض خصم كويس جدا على الاشتراك. لمزيد من المعلومات ممكن تدخل على موقعي الظاهر على الشاشه او ممكن تراسلني على الواتساب، هتلاقي اللينك موجود اسفل الفيديو. اشوفكم على خير، سلام.